ننتقل بك إلى صحيفة آخر لحظة، ومنها نختم. نقرأ: الشعب يقول المؤتمر العام سيجيز المنظومة الخلفة للحزب. قال نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العام للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق إنه من المقرر إجازة مشروع المنظومة الخلفة المتجددة خلال المؤتمر العام، تمهيدا لانتقال الحزب إلى كيان جديد وتحالف مفتوح، مؤكدا أن تطبيقها مشروط بإطلاق الحريات. وأشار عبد الرازق في مؤتمر صحفي أمس إلى انتخاب 18 أميلا من قواعد الحزب، وأن المؤتمر العام ليس مؤتمرا تنظيميا وإنما عمل سياسي، معتبرا أن قيمة المؤتمر العام تكمن في تحريك الواقع السياسي. هل يستطيع المؤتمر الشعبي تطبيق المنظومة الخلفة وحل الحزب في ظل هذه الأوضاع؟ يعني أنا ما فهمت إنه هو حيجيز المنظومة الخلفة، والمنظومة الخلفة اللي حد الآن ناس كثيرين ما عارفين هي شنو أساس شنو، لكن في نفس الوقت إنه المؤتمر الشعبي بيقول إنه طبقها أصلاً، يعني هي وجيزت، يعني يتم العمل بها الآن من خلال المقترحات الدستورية التي اقترحها الحزب فيها. ما الذي يفهم من هذا الخبر؟ لا يفهم منه غير انه الجزء الثاني المتعلق بحل الحزب هي كانت حسب ما علمنا من بعض التصريحات انه جزء من المنظومه الخالفه انه الكيانات الاسلاميه كلها تجتمع في كيان واحد، في حزب واحد، ويكون في وحده بين الاسلاميين. هذا ما شرع له الدكتور حسن عبد الله الترابي. لكن خلينا نسال انه المؤتمر الشعبي هيكون مؤتمره في الايام الجايه، هل ستكون في مراجعه لكل الجهد، لكل العمل في الفتره الماضيه؟ هل قادر المؤتمر الشعبي لتقديم نقد ذاتي لتجربته السياسيه، سواء كان اشتراكه في انقلاب 89 او علاقته غير المفهومه مع حركه العدل والمساواه في فتره من الفترات، او ارجع للتاريخ الحركه الاسلاميه البعيد حول قضيه التربيه اولا ام السياسه؟ هذه قضايا اعتقد انه الحزب المؤتمر الشعبي يحتاج للوقوف فيها من خلال المؤتمر القادم، خاصة وإنه هذا المؤتمر هو الأول الذي لا يكون فيه حضورا الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابي. يعني هذا المؤتمر للحزب ربما يشهد انقساما كبيرا فيما يخص تيارين مؤيدين أو رافضين للمشاركة في الحكومة القادمة، أي تيارين سينتصر برأيك؟ اعتقد انه تيار المشاركة هو الاقرب للانتصار. لماذا؟ في شخصيات مؤثرة كثيرة تدعم، قد تكون في هنالك منافسة في بعض المناصب، قد تظهر بعض المنافسة، لكن ليس هنالك تيار قوي الان ضد المشاركة باستثناء من التيارات المؤثرة داخل المؤتمر الشعبي. يعني ناخذ تيار ضد المشاركة، هو تيار بقوده في السعودية، ده جامعة السعودية، حاج ماجد، لا ما حاج ناجي عبد الله، ماجد ناجي عبد الله سوري. ففي تيار من الشباب في مذكرات تقدمت ضد المشاركة، لكن لا اعتقد انه سوف يمرر اجندته من خلال هذا المؤتمر. يعني انت ترى بان التيار الذي يؤيد الحكومة اول الذي يمكن ان يكون في الحكومة القادمة هو الذي نعم هو الذي سيشارك لاكثر من اعتبارات. طيب في خبر وفي سؤال اخر، يعني منصب الامين العام ايضا سيكون محل تنافس شرس بين ابراهيم سنوسي وعلي الحاج، ايهما حظوظه الاكبر؟ بتبقى كارثه لو كانت المنافسه انحصرت فقط على ابراهيم السنوسي وعلي الحاج. الحركه الاسلاميه والمؤتمر الشعبي يعني حزب نشاته قامت على الشباب، ودعواته المستمره على اتاحه الفرصه للشباب ليقودوا. هل ترى في الحركات الاسلاميه الان قيادات شباب يمكن؟ ما هو ده المحك الان، يعني حتى الان لا يمكن انه يكون الخيار على ابراهيم السنوسي اللي هو يعني بيكون عمره تجاوز 80 سنه، او يكون علي الحاج اللي هو من زمن نهضه دارفور وتاريخ. يعني محتاج الحركه او المؤتمر الشعبي لتقديم نموذج في 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 رفض شباب الى دفه القياده. المؤتمر الشعبي يعني لا يمكن انه يكون يكرر نفس التجارب اللي كان هو اكثر الناقد لها، اكثر الناقدين الاسلاميين كانوا هم اكثر الناقدين لسيطره الشيوخ على في الاحزاب الطائفيه، فلا يمكن ان يكونوا هم كذلك. اعتقد انه يفترض يكون هنالك خيار شبابي اخر، خيار يمكن ان يقود. انا ما اعتقد ان ابراهيم السنوسي لديه ما يقدمه سواء كان للدوله او للحزب، ولا كذلك علي الحاج. هم شخصيات جربت كثيرا في العمل العام على المستويات التنفيذيه، على المستويات السياسيه، على المستويات الحزبيه، بالتالي محتاج المؤتمر الشعبي
إلى وجوه جديدة. هل المؤتمر الشعبي يمتلك قيادات شبابية يمكن أن تقود العمل في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أنه يمتلك أكثر من خيار. أكثر من خيار، ولديهم نشاط ولديهم جهد فكري ولديهم جهد سياسي. لماذا ولم لا؟ إذا لم يمتلك أصلا قدرات على المستوى الشبابي فلا داعي لوجوده في الأصل. شكرا جزيلا أستاذ عبد الحميد عوض المحرر العام بصحيفة السوداني، كنت معنا في هذا الصباح من منشطات السوداني والفقرة التحريرية. أشكرك. شكرا جزيلا.